محمد ابو النصر 23، عمر طارق 55، وعمر عماد 34 المصعد من فريق 20 سنه. كل التوفيق للماتادورز في جيم 3. يفوز اليوم يتأهل تلقائيا الى النهائي لملاقات طرفي النهائي القادم ما بين الاتحاد وسبورتن، والفائز منهم يصل الى النهائي لملاقات الاهلي باذن الله. حكام اللقاء النهارده هو الكابتن ياسر جمال من منطقه الشرقيه، الكابتن اسلام وحيد من منطقه الجيزه، كابتن خالد احمد من منطقه القاهره، وعلى الاي ار اس كابتن محمد ابراهيم، ومراقب المباراه هو الكابتن محمد جلال. جيم 1 انتهى اعزائي المشاهدين بنتيجه وتقدم الاهلي وفوزه 79-60، اما في جيم 2 واللي عرضناه هو جيم 1 على حضراتكم، فاز النادي الاهلي بنتيجه 76-71. تقابل الفريقان في هذا الموسم، ده اللقاء الثامن، فاز الاهلي 6-1 على نادي الزمالك. على بركه الله زي ما استعرض كده كوتش اوجوستي التعليمات الاخيره قبل النزول وقبل المواجهه الثالثه وجيم 3. نشوف الستارت لاين اب للنادي الاهلي. كوتش اوجوستي هيبدا بمين؟ طبعا افكر حضراتكم المصابين في نادي الاهلي هو عمرو زهران، مؤمن خيري، ويوسف المعداوي. سلامات للعبتنا وان شاء الله يعودوا بالف سلامه. البيجو عمر طارق، ابو النصر، ايهاب امين. هنشوف تعليمات كده وحديث جانبي ما بين كوتش احمد جرحي وابو النصر. براندون هداف المباراتين برصيد 46 نقطة، عمرو الجندي ده الخماسي اللي بدأ بيه كوتش أوجوستي. أما الخماسي اللي هيبدأ بيه كوتش وائل بدر، أحمد إسماعيل، مهاب ياسر، أحمد ياسر، عبد الوهاب. بقول لك إيه، امسك معايا كده لحظة. معاك يا ريس. افتح. ودي ماركو المحترف الامريكي زي ما قلت لحضراتكم، ويحمل الجنسيه الامريكيه والاصليه ولكن يلعب لمنتخب الامارات الشقيق. وعمر هشام. اذا الستارت لاين اب للنادي الاهلي: براندون، عمرو الجندي، ايهاب امين، عمر طارق، وابو النصر. اما الستارت لاين اب لنادي الزمالك: مهاب ياسر، احمد اسماعيل، دي ماركو، عمر هشام، واحمد ياسر عبد الوهاب. على بركه الله جامبول اول واخير في المباراه. طبعا طاقم التحكيم طلب من دي ماركو تغيير التيشيرت الداخليه طبعا طبقا لقوانين الاتحاد الدولي لكره السله الفيفا. وعلى بركه الله نبدا المباراه. كابتن ياسر جمال من منطقه الشرقيه والجامبول الاول والاخير. حيازه اهلاويه عن طريق عمرو الجندي. عمرو الجندي يسلم لبراندون ويبدا الهجمه. براندون 23 نقطه جيم 1 و23 نقطه جيم 2. براندون يسلم على طول لمحمد ابو النصر. ابو النصر قطع له عمرو الجندي. عمرو الجندي في الدرايف. عمرو الجندي على الكيك اوت لايهاب امين. ايهاب امين اولى الثلاثيات واول المحاولات لكن لا يسجل، يلم على طول. ديفنسيف ريباوند عن طريق احمد اسماعيل، يسلم لدي ماركو. دي ماركو يفتح الملعب. دي ماركو، دي ماركو في ال 1-1، دي ماركو لسه، دي ماركو يعمل بنتريشن، يسلم لح اسماعيل تحت الباسكت اللي بينجح في اولى نقاط وتسجيل اول نقاط المباراه لنادي الزمالك. 2 لا شيء. براندون يبدا الهجمه. مان تو مان نادي الزمالك والنادي الاهلي ايضا. ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب. ايهاب على الميديم شوت، لا نزل عمر طارق. عمر طارق ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول. عمر طارق بعد اسيست من ايهاب امين. دي ماركو يبدا الهجمه. دي ماركو خلاص المحاوله الاولى تولى رقبته عمرو الجندي، والمره دي زي ما شفنا في الجيم 1 وجيم 2 ابو النصري اولى المحاولات على الميديم شوت لدي ماركو لا يسجل، يلم على طول ايهاب ويسلم لبراندون. براندون في الاول زاوية. براندون على الاختراقات. براندون على البنتريشن. براندون على التسجيل، ينجح في تسجيل نقاطه الاولى. براندون تشيلدرس المحترف الامريكي للنادي الاهلي. دي ماركو خلاص حفظنا مين هيتولى رقابته. ابو النصر يعمل بيك اند رول مع احمد اسماعيل. احمد اسماعيل يطلع كيك اوت لعمر هشام. عمر هشام بالفيدوي يشوط لكن ما يسجلش. على طول البوب ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند ويسلم للجندي بالوان هاند باس. الجندي على اوبن شوت. الجندي على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم سكند شانس على طول ابو النصر ويطلع لبراندون. براندون يشوط لكن ما يسجلش ايضا.
يلم على طول احمد اسماعيل ويسلم لعمر هشام. عمر هشام ياخد سكرين. عمر يسلم لاحمد اسماعيل تحت الباسكت. احمد اسماعيل يروح على الباسكت ويسجل ثاني نقاط ورابع نقاط نادي الزمالك، يصبح النتيجه التعادل 4-4 وسبع دقائق 47 ثانيه على نهايه الكوارتر الاول. براندو لعمرو الجندي على الارك في ال 45 ياخد سكرين في الميس ماتش يحصل، ينزل على طول عمر طارق. عمر طارق في على طول بالسبين موف، روعه الروعه الدنك يا عمر طارق، ينجح في تسجيل نقطتين وياخد معهم الاند وان، وخطا شخصي وفاول على نادي الزمالك وبالتحديد احمد ياسر عبد الوهاب لاعب نادي الزمالك. استلم واستغل الميس ماتش. يعني ايه ميس ماتش يا كابتن احمد؟ يعني السنتر الطويل يتولى رقبته لعيب اقصر منه، هنا تصبح الافضليه للاعب السنتر رقم 5 ويقدر يلف ويلعب بيه ويرتكز، وزي ما شفنا عمر طارق نجح في تسجيل دنك ولا اروع باند وان لصالح النادي الاهلي. ينجح الاند وان في تسجيله عمر طارق. يبدا ديماركو الهجمه، وسع الفرق الى 3 نقاط. ديماركو في البنتريشن، ديماركو على الدرايف يروح وينجح، لا ما ينجح، لا نجح في تسجيل نقطتين. طلع كده الكره عمر طارق من تحت الباسكت، نجح براندون او ديماركو يسجل نقطتين، ده الفارق الى نقطه واحده 7-6 لصالح الاهلي والاهلاويه. يبدا الملعب على طول ايهاب امين. ايهاب بالسكرين مع عمر طارق، العاب الستار. ايهاب يلف وارتكز ويسلم لعمر طارق البيج او على طول يسجل نقطتين، دنك ونقطتين وما بينهم اند وان. عمر طارق ملخص في دقيقه ويمكن اقل من دقيقه. ديماركو يعدي، ديماركو تعمل عليه الدبل تيم. ديماركو يسلم تحت الباسكت لاحمد اسماعيل، اتعمل عليه ترابات، يروح مهاب ياسر على الميديم شوت ما بيجيبش، على طول ريباوند من ايهاب امين ديفنسيف ريباوند، يسلم لبراندو. براندو لايهاب، ايهاب بالسكرين، ايهاب لسه، ايهاب على اوبن شوت، ايهاب 3 بوينت، ايهاب لكن ما يسجلش، يروح على طول عمر هشام في الديفنسيف ريباوند ويبدا الهجمه. عمر هشام، عمر واحد على واحد ميديم شوت، عمر ايهاب يشوط ما ينجحش في التسجيل، تصل الى ديماركو. ديماركو لسه، ديماركو يعمل عليه الدبل تيم، يسلم لاحمد ياسر الاكسترا باص عند مهاب، مهاب على الاوبن شوت يشوط 3 بوينت ما ينجحش في التسجيل، سكند شانس على طول متواجده من احمد اسماعيل لاعب نادي الزمالك اللي بينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى نقطه وحيده لصالح الاهلي والاهلاويه. براندو يطلع كيك اوت عند ابو النصر، ابو النصر بالباك بيفوت يسلم على طول لايهاب امين، يبدا الهجمه ايهاب. ايهاب في البنتريشن واحد على واحد، ايهاب يروح بشماله، ايهاب ينجح، ايهاب يسجل، ايهاب وياخد معاه خطا شخصي وفاول واند وان لصالح البوب ايهاب امين. اند وان وخطا شخصي على مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك. اند وان لايهاب امين. عشر ثمانية للأهلي والأهلاوية. إيهاب أمين على الأند وان، ينجح في تسجيل الأند وان، وسع الفرق إلى 4 نقاط 12-8 لصالح الماتادورز الأهلاوي. ديماركو لسه، ديماركو مضغوط على دفاع قوي من النادي الأهلي، يسلم لعمر هشام. عمر هشام يعدي بالبيس لاين، عمر هشام يروح يصل في الأخير بلوك ولا أروع من البيج أو على طول يلم براندو. براندون في الاول زاوية، براندون في الاول زاوية، براندون لكن هنا خطأ شخصي وفاول ثالث على نادي الزمالك، والخطأ المرة دي على أحمد إسماعيل لاعب نادي الزمالك. أوتسايد أهلاوي. أدي هنا البلوك من عمر طارق. يبدأ الهجمة على طول إيهاب أمين، مان تو مان نادي الزمالك. رجل لرجل ايهاب، ايهاب في الباك دور كده ليه براندون، براندون في الوان ان وان، براندون، براندون، براندون بالستيب باك على الاوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. ديماركو على طول ديفنسيف ريباوند ويلم ويطلع بالملعب. يبدا الهجمه ديماركو، ديماركو، ديماركو عدى بالكروس اوفر لكن هنا ستيل حاضر على طول من براندون اول ذا واي
على طول ينجح البوب إيهاب أمين في تسجيل نقطتين وخطأ جاكسو أندوان لصالح إيهاب أمين. لكن الفاست بريك الباصة طالعة حلوة من براندون، وان هاند باص على طول إيهاب يعرف ياخد كده بذكاء شديد يسجل نقطتين وياخد معهم الأندوان. أدي اللونج باص أهي، يباص على طول إيهاب أمين يهدى كده جاي مندفع دي ماركو وهو نازل خد منه الفاول وسجل نقطتين. أندوان للبوب إيهاب أمين. رابع الأخطاء الشخصية على نادي الزمالك، أي خطأ شخصي في أثناء هذا الكوارتر بتو شوتس للنادي الأهلي. انتصاف أحداث كوارتر أول، متبقي 5 دقايق، 14-8 للأهلي والأهلاوية. أند وان لإيهاب أمين. ينجح في تسجيل هالبوب. 3 محاولات على الفري ثرو للنادي الاهلي، نجح في تسجيل الثلاثه بنسبه 100%. عدى دي ماركو مع ابو النصر، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على محمد ابو النصر. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي عن طريق محمد ابو النصر. يطلع دي ماركو على طول ويسلم لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل لعمر هشام ياخد سكرين معاه إيهاب أمين بالري سكرين مرة تانية، عمر هشام في البنتريشن، عمر يروح ويصل لكن لا ينجح، يلم على طول سكند شانس أحمد إسماعيل. دفاعات قوية من الأهلي والأهلاوية، لكن على طول يحسب الجدل عمرو الجندي ويلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لإيهاب أمين لعمرو الجندي مرة تانية. عمرو ينزل الكرة تحت الباسكت براندو لعمر طارق، عمر طارق في الإنسايد ينجح في تسجيل نقطتين علشان على طول كوتش وائل بدر يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي اللي متقدم بنتيجه 17-8 في اول 6 دقائق من احداث الكورتر الاول. فرق 9 نقاط للاهلي والاهلاويه. عمر طارق 7 نقاط في احداث او في 6 دقائق، نجح في تسجيل 7 نقاط كتوب سكورر يليه على طول ايهاب امين 6 نقاط. اما نادي الزمالك فاحمد اسماعيل نجح في تسجيل 6 نقاط، دي بعض الاحصائيات اللي بنقول لحضراتكم عليها اثناء المباراه. على الثلاثة بونت لم يسجل اي من الفريقين، 3 محاولات للنادي الاهلي على الثلاثة بونت لم يسجل، اما نادي الزمالك محاولة وحيدة ايضا لم يسجل. جماهير النادي الاهلي اينما كنت، وراك يا اهلي، في كل مكان، في كل الالعاب، في كل الدعم تلاقيه متواجد. بعض الاعداد لحضراتكم على الفري ثرو الاهلي، 3 محاولات نجح في تسجيلهم. ادي براندون اللي مسجل حتى هذه اللحظات نقطتين لكن عامل 2 اسيست. ادي هنا الدنك، روعه الروعه يا بيج او عمر طارق، دنك ما فيش اروع من كده. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش وائل بدر. كلمات أخيرة من كوتش أوجوستي. الأهلي متفوق في الريباوند برصيد 7-6 لنادي الزمالك. في الأسيست الزمالك عامل 5 أسيست مقابل الأهلي عامل 5 أسيست مقابل 2 أسيست للزمالك. في الستيل الأهلي عامل ستيل وحيد وعامل بلوك وحيد. في التيرن أوفر الزمالك عامل تيرن أوفر وحيد لكن الأهلي لم يرتكب ايا من تيرن اوفر. خلاص انتهى التايم اوت. يضغط النادي الاهلي في المان تو مان من اول الملعب. يبدا على طول عمر هشام الهجمه. عمر هشام يسلم لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل لدي ماركو. دي ماركو اوبن شوت، لا مش اوبن شوت، على 3 بوينت دي ماركو لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول النادي الاهلي على الطريق براندون يسلم لايهاب امين. ايهاب في الاوبن شوت، ايهاب 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. حاول معها مره ثانيه وينجح انه يوصل عليها، لا ده دي ماركو على طول يعمل السيل. دي ماركو في الاول زاويه في ال1 ان 1 يروح لكن على طول خالد عبد الناصر يعمل الفولو ويسجل نقطتين. ده الفارق الى 7 نقاط. وهنا في وقف الملعب كده الاطمئنان على دي ماركو. ماركو هو في البنتريشن رايح مع ابو النصر، وصل للباسكت ما جابش. خالد عبد الناصر سكند شانس موجود على طول او تيب ان زي ما اتعلمناها في الاحصائيات، سجل نقطتين.
تحذير كده من كابتن ياسر الى حكام الى لاعبي الفريقين. وانتشانا 7 نقاط هو الفارق للاهلي والاهلاويه. يبدا الهجمه الاهلي على طول عن طريق الجندي عمرو الجندي. عمرو مع خالد عبد الناصر في المان تو مان. يسلم بالهاند اوف على طول لبراندو تحت الباسكت لعمر طارق. عمر طارق واحمد اسماعيل. عمر طارق بالهاند اوف مع الجندي يستغل الميس ماتش يلف على طول عمر طارق. عمر طارق في الباك لياب ولا اروع. عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين بباك لياب. مفيش اجمل من كده، مفيش احلى من كده. دي ماركو على طول ياخد سكرين حاول يعدي لكن هنا في خطا شخصي وفاول على عمر طارق. تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي، خطا على محمد ابو النصر وخطا على عمر طارق. يخرج ايهاب امين ينزل الجندي وكريم حاتم ايضا. يخرج ايهاب امين وينزل مهيب وكريم حاتم في الملعب. يبدا الهجمه على طول. كريم حاتم يتولى رقابه دي ماركو بدل من ابو النصر. دي ماركو يسلم لاحمد عزب لكن هنا السيل ولا اروع من براندون لكن هنا في فاول وخطا شخصي على احمد عزب. فاول وخطا شخصي على احمد عزب، خامس الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. اعتقد دلوقتي تو شوتس. كابتن خالد اهو بيبلغ كابتن ياسر بيقول له تو شوتس. ادي هنا الستيل من براندون وادي هنا الفاول من احمد عزب. تو شوتس لبراندون. براندون على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمية حره ثانيه لبراندون. براندون لا يسجل يلم على طول احمد عزب. 5 محاولات من النادي الاهلي على الفاول شوت نجح في تسجيل 4 من اصل 5. يستلم على طول عمر هشام بالسكرين مع احمد اسماعيل عدى منه مهيب راح بالدري سكرين مره ثانيه. عمر هشام يروح في الدرايف 1 على 1 لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم كده السكند شانس ويطلع الكيك اوت احمد عزب على اوبن شوت ينجح في تسجيل 3 نقاط اولى الثلاثيات لنادي الزمالك في الكوارتر الاول. ينجح في تسجيل 3 نقاط ده الفرق مره ثانيه الى 7 نقاط. ستيل وترن اوفر من النادي الاهلي. دي ماركو على الستيل. دي ماركو على التراي الاولى والتراي الثانيه ما ينجحش لكن هنا اللعيبه لسه ما رجعتش لكن عبد الناصر ينجح في الحصول على السكند شانس ويسجل نقطتين اداء بهم الفارق الى 5 نقاط. براندون هو اللي يمسك الملعب. عدى براندون لسه براندون مع الكوره. براندون بالسكرين مع عمر طارق. براندون على 3 بوينت يشوط لكن ما يسجلش. حاول مع عمر طارق لكن كانت هي الاسرع واوت سايد لصالح نادي الزمالك. اوت سايد زملكاوي وفي تغيير يجري كوتش اوجوستي تيجو مكان عمر طارق. 18 ريباوند جيم 2 مصطفى تيجو مسجل 12 نقطه في احداث جيم 2. حازم المشد ضغط من كريم حاتم على دي ماركو. عدى دي ماركو يقلب الملعب في السكيب باص على طول لاحمد عزب. احمد عزب في الدرايف 1 على 1 يروح احمد عزب ما يسجلش يزق كده كيجو لكن اتحجز من حازم المشد على طول. خالد عبد الناصر ياخد السكند شانس وينم وينجح في تسجيل نقطتين من سكند شانس لنادي الزمالك. ده الفرق الى 3 نقاط. كريم حاتم. كريم يسلم على طول للجندي. الجندي بالهاند اوف مع براندون. عايز ايمن يعود الى ارض الملعب. براندون بالسكرين مع كيجو. براندون يقلب على طول عمرو الجندي لبراندون مره ثانيه. براندون يهوش يعدي 3 بوينت لبراندون لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول نادي الزمالك عن طريق احمد عزب. احمد عزب يسلم لخالد عبد الناصر يصل في الاخير لا ينجح في التسجيل ياخد الكره لكن كانت قدمه اليمنى خارج الملعب عشان كده احتسبها على طول كابتن اسلام وحيد فاوتسايد لصالح نادي هلا. مروان سرحان ينزل الملعب. ادي هنا الكوره وادي هنا اللعب ما نجحش في تسجيله. هنا كان خارج اهو. ايوه رجلين الاثنين ما كانوش جوه الملعب. رجلين الاثنين كان قدم داخل الملعب وقدم خارج الملعب. شكرا للاستاذ مجدي مخرجنا الجميل على الاعاده.
دقيقة 21 ثانية تقدم النادي الأهلي بثلاث نقاط، وفي تكنيكال فاول على جهاز نادي الزمالك. ضغط نادي الزمالك من أول ملعب. معاذ أيمن يتولى رقابة براندو. براندو عدى قبل الثمان ثواني. ثلاث نقاط فرق لصالح الأهلي والأهلاوية. براندو. براندو. لسه براندو. سلم لمروان سرحان. مروان لكريم حاتم بالهاند اوف، كريم حاتم في الدرايف، كريم يعلق لكيجو، كيجو في الاليوب باسكت لكن ما ينجحش في التسجيل، لما على طول حازم المشد ويسلم لديماركو، اخر دقيقة متبقية في عمره احداث كوارتر اول. ديماركو يقف على الميديم شوت يشوط ينجح في التسجيل، ده الفرق إلى نقطة واحدة. 45 سنة متبقية. براندون يبدأ الهجمة. براندون عدى براندون، براندون حاول اخترق لكن هنا في خطأ شخصي وفاول. على نادي الزمالك يحتسبه كابتن اسلام وحيد والتو شوتس لصالح براندون تشيلدرس والخطا على حازم المشد. خطا وفاول على حازم المشد. براندون على الرمية الحرة الأولى والفري ثرو الأول. لا يسجل. براندون فري ثرو تاني ورمية حرة تانية. ينجح في التسجيل. آخر الثواني في عمره أحداث كوارتر أول. ديماركو 21 19 فرق النقطتين. ديماركو مع كريم حاتم. ديماركو عدى بالسكرين مع حازم المشد. ديماركو على الميديم شوت شوت لكن ما يسجلش. حاول معها كده لكن هنا في ايه؟ في هنا خطأ شخصي وفاول على مصطفى كيجو او عفوا على مروان سرحان رقم 6 لصالح خالد عبد الناصر. اوتسايد. ثلاث اخطاء شخصيه ارتكبهم النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول. 25 سنه متبقيه على نهايه الكوارتر الاول و14 ثانيه على زمن الهجمه. استلم على طول خالد عبد الناصر مان تو مان النادي الاهلي. حازم المشد الباك دور مع معاذ ايمن. معاذ يصل في الاخير ينجح في التسجيل ياتي بالتعادل 21 21. براندون 15 سنة متبقية. براندون لسه براندون. براندون سكرين مع كيجو. براندون عدى براندون. براندون في البليتريشن يلف ويرتكز الكيك اوت على الاوبن شوت لحاتم. حاتم مع البازر بيتر ينجح في تسجيل واضاف الثلاث نقاط في نهاية احداث كوارتر اول مع البازر بيتر كريم حاتم عشان يخلي النتيجة 24 21 للأهلي والأهلاوية. فرق الثلاث نقاط لصالح النادي الأهلي. ثلاثية كريم حاتم مع البازر بيتر اهي. كرة طالعة وينجح في تسجيلها كريم حاتم 24 21 للأهلي والأهلاوية. إحصاءات سريعة للمباراة. حضراتكم حالا اعلى النقاط تسجيلا طيب نذهب الى راحه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اتفضل.
انتهت تتراوح المقررة ما بين أحداث كوارتر أول وكوارتر تاني. زي ما قلت لحضراتكم التوب سكورر هو عمر طارق في النادي الأهلي برصيد 11 نقطة، إيهاب أمين 6 نقاط يأتي خلفه. أما في نادي الزمالك فالتوب سكورر هو أحمد إسماعيل برصيد 6 نقاط ودي ماركو 6 نقاط. دي بعض الإحصاءات سريعا في الكوارتر الأول. تقدم النادي الاهلي بنتيجه 24-21. كوتش اوجستي وكوتش احمد الجرحي والحيازه التبادليه لصالح نادي الزمالك. دي ماركو يبدا الهجمه زي ما قلت لحضراتكم كده في المباراه السابقه، قلت دي ماركو هتشوف عليه دفاعات ما بين هنا اول نقاط احداث كوارتر اول. ينجح في تسجيلها خالد عبد الناصر بعد ما عدى وسلم الكرة من دي ماركو وينجح في تسجيل نقطتين وياخد معاهم الاند وان ويداء الفارق الى نقطة واحدة. اولى الاخطاء الشخصية على النادي الاهلي والاند وان لخالد عبد الناصر. خالد عبد الناصر على الاند وان او رمي الحرة الاضافية ينجح في التسجيل ياتي بالتعادل. ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب يسلم على طول لمهيب. مهيب بالسكرين مع مروان سرحان يسلم لايهاب مره ثانيه. لسه ايهاب امين. ايهاب امين بالسكرين مره ثالثه عايز يعدي على الميديم شوت. ايهاب شوت لكن ما يسجلش على طول. احمد عزب ديفنسيف ريباوند ويسلم لدي ماركو. دي ماركو يبدا الهجمه رايح على طول كريم حاتم. هنا باد باص على طول ترن اوفر يعمل للسيل على طول ايهاب امين. ايهاب في البيس لاين لكريم حاتم يقلب الملعب على طول لمروان. مروان في الدرايف لكن هنا باد باص كده وترن اوفر يقطع على طول دي ماركو. دي ماركو يسلم لمعاز لكن للسيل حاضر لا لسه خالد عبد الناصر لكن هنا خطا شخصي وفاول على النادي الاهلي. كريم حاتم يرتكب خطا شخصي واوتسايد لصالح نادي الزمالك. تعادل الفرقتين 24-24. خالد عبد الناصر هنا لحق لكن هنا في فاول. كابتن اسلام وحيد يحتسب الخطا الشخصي. 9 دقائق 6 ثواني متوقعه لنهايه احداث الكوارتر الثاني. تعادل الفرقتين. حازم المشد لدي ماركو. دي ماركو يحاول يعدي. دي ماركو لسه دي ماركو بالكروس اوفر والبتوين عدى دي ماركو الدبل تيم حصل عليه يسلم لمعاذ ايمن. معاذ على اوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش. عمر طارق يزقه كده لكن حازم المشد يلمد سكند شانس لاحمد عزب. احمد عزب على 3 بوينت شوت احمد عزب ما ينجحش. فين الريباوند يا شباب؟ فين الريباوند يا شباب؟ معاذ ايمن. معاذ يلف ويرتكز ويسلم لعبد الناصر. عبد الناصر على 3 بوينت مره ثالثه لكن ما بينجحش. تخبط الكوره في ايد احمد مهيب وتطلع اوتسايد لصالح نادي لا هنا القرار ايه؟ هنشوف. في قرار بيقول للزمالك وفي قرار بيقول للاهلي. اجتماع ثلاثي ما بين كابتن ياسر وكابتن اسلام وكابتن خالد. القرار ايه؟ هنشوفه دلوقتي. شكرا في الاعاده هي نشوفها. الكره كانت في ايد احمد مهيب واتزقت من حازم المشد. دي ماركو يخرج ينزل مهاب ياسر كوتش اوجستي وعلي عمر. علي عمر احمد عزب معاذ ايمن حازم المشد وخالد عبد الناصر خماسي المتواجد داخل ملعب المباراه. ايهاب امين احمد مهيب كريم حاتم عمر طارق وكيجو يطلع الاوت على طول يسلم علي عمر. حازم المشد بالهاند اوف مع علي عمر يضغط عليه ايهاب امين. احمد عزب حاول يخلق يعني يخلص كده من الديفنس تصل الى خالد عبد الناصر. خالد في الدرايف واحد على واحد يروح يصل في الاخير وينجح في التسجيل والاند وان لصالح خالد عبد الناصر والخطا على مصطفى كيجو. 26-24 لصالح نادي الزمالك. اند وان ورمي حره اضافيه لصالح مصطفى او خالد عبد الناصر. 3 اخطاء شخصيه ارتكبوا من النادي الاهلي في دقيقه و40 ثانيه تقريبا في احداث الكوارتر الثاني. خالد عبد الناصر على اند وان والرمي الحرة الاضافية لا يسجل. يلم على طول النادي الاهلي عن طريق ايهاب امين. يبدا ايهاب امين الهجمة. ايهاب لسه ايهاب. ايهاب يروح على البيز لاين كده ويرجع تاني. ايهاب ترن اوفر
على ايهاب امين واوت سايد لصالح نجزه. 26 24 8 دقائق و8 ثواني متوقعه لنهايه احداث كوارتر ثاني. ثلاثة تيرن اوفر مرتكبه من النادي الاهلي حتى هذه اللحظات اعزائي المشاهدين. يستلم على طول علي عمر ويبدا الهجمة. يسلم بالهاند اوف على طول ويجي له سكرين حازم المشد علي عمر لاحمد عزب. احمد عزب اوبن شوت على 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط ويوسع الفارق الى 5 نقاط لصالح نادي الزمالك. يبدا الهجمة على طول كريم حاتم. كريم لسه كريم يسلم لايهاب امين لكريم حاتم مرة ثانية. ايهاب عدى ايهاب يسلم لكريم حاتم اوبن شوت كريم حاتم على 3 بوينت ما يسجلش على طول يلم حازم المشد ويسلم لاحمد عزب. عزب عدى عزب لسه عزب معاه كوره يسلم لمعاذ ايمن حازم المشد بالهاند اوف معاه معاذ مره ثانيه بالسكرين العاب الستار يطلع الكيك اوت عند حازم المشد اللي بيشوط على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل حاول معاه خالد عبد الناصر لكن خطا شخصي ثاني على مصطفى كيجو. خطا شخصي ثاني على مصطفى كيجو. اوتسايد لصالح نادي الزمالك. 7 دقائق و12 ثانيه متوقعه على نهايه احداث كوارتر ثاني. في عندنا مشكله في الريباوند لازم البوكس اوت او التحجيز يتم من لاعبي النادي الاهلي. استلم علي عمر يسلم للمشد بالهاند اوف مع علي عمر مره ثانيه ضغط عليه كريم يسلم لاحمد عزب. عزب بالسكرين مع حازم مع المشد يطلع كيك اوت لمعاذ اكسترا باص عند خالد عبد الناصر اللي بيشوط لكن ما بينجحش في التسجيل يلم البيج او على طول ويطلع لايهاب امين. يبدا الهجمه ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب 5 نقاط فرق لصالح النادي الزمالك. مهيب يبحث عن الاوبن شوت والثري بوينت والشوت لكن ما ينجحش في التسجيل يلم على طول خالد عبد الناصر يسلم لعلي عمر. علي عمر لسه علي لكن هنا خطا شخصي وفاول على كريم حاتم. كريم حاتم وخطا شخصي وفاول برميتين حرتين لصالح علي عمر. حوار جانبي ما بين ايهاب امين وكابتن ياسر جمال. كريم حاتم في الاطمئنان على علي عمر. وادي هنا الخطا الشخصي. عمرو الجندي بدل من كريم حاتم. براندون متواجد ايضا. بدل من مروان سرحان. خرج علي عمر اللي اطمئنان عليه نزل مكانه دي ماركو. تو شوتس ورميتين حرتين هيشوطهم دي ماركو بدلا من علي عمر اللي خرج للاصابه. سلامات يا علي. دي ماركو على الرميه الحره الاولى والفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لدي ماركو. ينجح في التسجيل يزود الفارق الى 6 نقاط لصالح نادي الزمالك. براندون يبدا الهجمه معاه معاذ ايمن. براندون عدى براندو سكرين مع عمرو الجندي. براندو في البنتريشن. براندو لسه معاه الكورة. براندو براندو على 3 بوينت براندو لكن لا يسجل لكن هنا في صفرة وخطأ شخصي على عمر طارق. فاول وخطأ شخصي على عمر طارق يحتسبه الكابتن خالد. شوفها مرة تانية ادي براندون على 3 بوينت شوت وادي هنا الريباوند عمر طارق. في شد من الكتف في شد من الكتف من عمر طارق.
وخطأ شخصي على عمر طارق. 6 نقاط هو الفارق والتو شوتس الحازم المشد. حازم المشد على الرميتين الحرتين والتو شوتس. حازم في سوء اول ورميه حره اولى لحازم المشد ينجح في التسجيل. 5 محاولات لنادي الزمالك على الفاول شوتنج، نجح في تسجيل 3 من أصل 5. وادي المحاولة السادسة لم ينجح في تسجيلها حازم المشد. تنتظر النتيجة 31-24. يبدأ إيهاب أمين الهجمة. إيهاب مع عزم. إيهاب يسلم على طول لعمر طارق. عمر طارق بالهاند أوف مع عمرو الجندي. عمر طارق، عمرو الجندي في الدرايف يهوش ويلف ويرتك يسلم لعمر طارق، لكن الستيل كان موجود من حازم المشد اللي بيسلم بدوره لدي ماركو. دي ماركو في الوان ان وان، دي ماركو الدبل تيم عليه، دي ماركو يطلع لعزب. عزب يهدى على ملعبه ويسلم وياخد السكرين. عزب على الثري بوينت، عزب على اوبن شوت ينجح في تسجيل 3 نقاط على طول. كوتش اوجوستي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم نادي الزمالك اللي وصل الى 10 نقاط، 34-24 لصالح نادي الزمالك. الأخيرة لثلاثية أحمد عزب. تفوق نادي الزمالك في الريباوند برصيد 27 ريباوند مقابل 11 للنادي الأهلي. في مشكلة عندنا في البوكس أوت، يمكن أنا قلت الأرقام أهي ما بتكذبش، قلنا إن عندنا مشكلة في الريباوند. دي تعليمات كوتش أوجوستي ومدى العصبية باينة على رياكشن. زي ما سمعنا كده تعليمات كوتش اوجوستي اللي طلب تايم اوت. كيجو، عمرو الجندي، ايهاب امين، عمر عزب. نشوف مين 5 اللاعبين. عمر عزب في اول مشاركه ليه، براندون متواجد. اما نادي الزمالك خالد عبد الناصر، حازم المشد، معاذ ايمن، دي ماركو واحمد عزب. العزب اللي انهى قبل التايم اوت بثلاثيه وسع الفارق الى 10 نقاط. يضغط نادي الزمالك، يستلم عزب، يسلم على طول براندون. اللعيبه تفتح له الملعب، براندون يعدي مع معاذ ايمن. عدى براندون بالسكرين مع كيجو. براندون لف وارتكز دور عن ايهاب امين، لكن هنا يحصل على خطا شخصي ايهاب امين من احمد عزب. اولى الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك في احداث الكوارتر الثاني. براندون يسلم على طول لايهاب امين. ايهاب من الدرايف من البيس لاين يروح على الباسكت، لكن هنا يتم احتساب الباسكت. هنشوف ثواني. كابتن اسلام وحيد قايل رفع انها فاول. هنشوف القرار ايه، هل هي باسكت وكاونت اند وان، هل يتم احتسابها؟ خلينا مع كابتن ياسر اللي احتسب الباسكت فعلا. تمام، وفي فاول وخطا شخصي واند وان لايهاب امين. باسكت كاونت واند وان لايهاب امين. والتكنيكال فاول على خالد عبد الناصر. نشوفه مره ثانيه اهي، وصل خلاص، عدى الكره، عدت الحلقه، تم احتساب الخطا الشخصي. نشوفه مره ثانيه. شكرا للاعاده زمايلنا الاعزاء اللي وصل اهو. خلاص هي كره فوق الحلقه، عمل البلوك خالد عبد الناصر. عمل البلوك ولمس الكره، لكن الكره خارج الحلقه، وفي تكنيكال فاول على خالد عبد الناصر. التكنيكال فاول يتم تسجيله من قبل ايهاب امين. والاند وان من ايهاب امين ايضا. ايهاب على اند وان لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق معاذ ايمن. يبدا معاذ ايمن الهجمه. معاذ رجع النادي الاهلي زون ديفنس. دي ماركو
على الهاي بوست لخالد عبد الناصر على الاوبن شوت في الميديم، لكن ما ينجحش بالتسجيل. يلم على طول عمرو الجندي ويسلم، لسه عمرو الجندي مع الكوره. عمرو الجندي يعدي نص الملعب، عمرو الجندي طلب السكرين، عمرو لإيهاب أمين، لعمرو مره ثانيه من تمنى الزمالك. عمرو الجندي واحد على واحد، عمرو الجندي يلف ويرتكز يطلع كيك اوت لعزب، عزب على الثري بوينت، عزب على الثري بوينت لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول ويسلم احمد عزب لدي ماركو، يبدا دي ماركو الهجمه. دي ماركو يبدا الهجمه، لسه دي ماركو راح لحازم المشد بالسكرين. دي ماركو يهوش كده في البيز لاين على اوبن شوت لمعاذ ايمن، معاذ ايمن على الثري بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي الزمالك. سبع محاولات لنادي الزمالك على الثري بوينت نجح في تسجيل ثلاثه، اربع محاولات للنادي الاهلي على الثري بوينت لم يسجل في احداث هذا الكوارتر ايا من الثري بوينت. ايهاب امين، ايهاب على الميديم شوت، ايهاب شوت لكن ما ينجحش في التسجيل، يزق على طول وتصل الى معاذ ايمن في الفصل بريك في الهول زاويه، معاذ يروح لكن هنا في خطا شخصي يحتسبه كابتن ياسر برميتين حرتين. في خطا شخصي يحتسبه كابتن ياسر لمعاذ ايمن بتو شوتس ورا 200 حرتين. يخرج خالد عبد الناصر، ينزل احمد ياسر عبد الوهاب. معاذ ايمن على التو شوتس ورا 200 الحرتين، 4 دقائق 3 ثواني على نهايه احداث كوارتر ثاني، ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى على الفري ثرو. معاذ ايمن رميه حره ثانيه وفري ثرو ثاني لا يسجل، يلم على طول عمر عزب. عزب يسلم لبراندو، 4 دقائق بالتمام والكمال على نهايه احداث الفتره الثانيه او الكوارتر الثاني. يسلم لكيجو، كيجو لإيهاب امين لكن هنا في خطأ شخصي وفاول وخطأ شخصي ثاني على احمد عزب، خطأ شخصي ثاني على احمد عزب والخطأ الشخصي الثاني على احمد عزب. تو شوتس طبقا لاشاره كابتن اسلام وحيد، دي اوت سايد. استلم ايهاب امين في الدرايف يسلم لعمرو الجندي، عمرو بالفلوتر شوت يروح ما ينجحش في تسجيل حازم المشد. هنا في خطأ شخصي على ايهاب امين، خطأ شخصي بتو شوتس على ايهاب 27-38. يخرج احمد عزب وينزل مكانه عمر هشام. ثلاث دقائق 42 سنه متوقعه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. حازم المشد على الرميه الحره الاولى والفري ثرو الاول لا يسجل، ريسلو تاني ورمي حرة تانية للمشد. لا يسجل ايضا، يلم احمد ياسر عبد الوهاب لكن يخبطها كده في ايده. لا هو اللي طلع اوتسايد، هو كان ظهره لامس اللاين. يخرج المشد وينزل خالد عبد الناصر مرة تانية، تغيير جري كوتش وائل بدر. الاهلي محتاج اللعب انسايد، لازم يقفل في دفاعاته اكتر من كده ويركز في البوكس. عدى ايهاب امين، ايهاب يطلع كيك اوت لعمرو الجندي، اكسترا باص عند ايهاب امين. ايهاب، ايهاب في درايف واحد على واحد، لسه ايهاب معاه الكوره غير اتجاهاته حلو قوي، يسلم لكيجو لكن تتقطع من كيجو عن طريق خالد عبد الناصر وتروح لدي ماركو. دي ماركو يقف على الاوبن شوت لكن هنا في صافره قبل ما يشوط دي ماركو. ماذا حدث من ما القرار اللي تم اتخاذه من قبل كابتن ياسر؟ ايه القرار اللي اتخذه كابتن ياسر؟ هنشوف. ادي هنا المحاوله، وادي هنا الباص لكيجو، كيجو اتقطعت منه من خالد عبد الناصر، استلم دي ماركو. هنا حصل الاكشن او هنا حصل الصفاره، ايه اللي حصل؟ نبدا الهجمه تاني عن طريق دي ماركو، يسلم لعمر هشام، 3 دقائق 20 ثانيه، عمر هشام خد سكرين، عمر هشام يقف ويرتكز ويشوط على الميديم شوت وينجح في تسجيل نقطتين عمر هشام. يوسع الفرق الى 13 نقطه لصالح نادي الزمالك. 27-40
راندل يبدا ويسلم على طول للجندي، الجندي بالسكرين، الجندي في الدرايف واحد على واحد، الانسايد طلع كيك اوت لايهاب امين، ايهاب امين على الاوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش، لكن هنا في صافره كابتن ياسر وخطا شخصي على احمد ياسر عبد الوهاب لاعب نادي الزمالك، يحتسبه كابتن اسلام وحيد. ادي البنتريشن وادي الكيك اوت لايهاب امين وادي 3 بوينت اللي شاطها ايهاب والخطا الشخصي على احمد ياسر عبد الوهاب. الاوتسايد اهلاوي خرج ايهاب امين نزل محمد ابو النصر على طول اوتوماتيك كده هيتولى رقابه ديمارك. استلم عمر عزب، عمر عزب لبراندون مره ثانيه بالسكرين، براندون مع كيجو يقلب الملعب على طول لابو النصر، ابو النصر على الاوبن شوت، ابو النصر في 3 بوينت ينجح ابو النصر في تضييق الفرق الى 10 نقاط 40 30 على طول. كوتش وائل بدر يطلب تايم اوت لصالح، تايم اوت 41 30 41 30 عفوا 41 30 لصالح نادي الزمالك، 11 نقطه هو الفارق. دقيقتين 37 سنة هل في حاجة حصلت في صفرة أثناء التايم اوت؟ كوتش أوجستي واضح إنه متعصب جدا، واضح إن القرار هو بيتكلم مع الكابتن إسلام وحيد. منظر يعني ما نتمنى ما نشوفوش تاني، لكن ايه القرار؟ طب نسمع تعليمات كوتش اوجستي. 11 نقطة فارق لصالح نادي الزمالك. بتاع التايم اوت اللي طلبه كوتش وائل بدر. ما زال نادي الزمالك في الاحصائيات ومتفوق في الريباوند بنتيجه 31 مقابل 15 ريباوند النادي الاهلي. حوار ما بين كوتش او كابتن وائل بدر او كابتن طارق الغنام وكابتن ياسر وكوتش اوجستي. ياسر يستمع الى كوتش اوجستي. دقيقتين 43 ثانية، تقدم نادي الزمالك بنتيجة 11 نقطة 41 4. الكوارتر الثاني في جيم 2 انتهى بنتيجة 38 29 لصالح النادي الأهلي. خلينا مع المباراة، دي ماركو يبدأ الهجمة، زون ديفنس النادي الأهلي 2 3، دي ماركو يقلب الملعب على طول في السكيب باص عمر هشام، عمر هشام ياخد سكرين خالد عبد الناصر ويعمل البنتريشن من الميدل، خالد عبد الناصر يصل لكن لا يسجل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق كيجو، يبدأ براندون الهجمة، براندون يطلع كيك اوت عند عزب، عزب على اوبن شوت في 3 بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط يدق بيهم الفارق عمر عزب لثمان نقاط 33 41. دي ماركو عدى دي ماركو السكيب باس عند عمر هشام يقلب الملعب في الكيك اوت عند معاذ ايمن، معاذ على 3 بوينت ينجح في الرد سريع عن معاذ ايمن وياتي بيها النتيجه الى 11 نقطه مره ثانيه 44 33. اقل من دقيقتين اعزائي المشاهدين عن نهايه احداث كوارتر ثاني دقيقه 50 ثانيه بالتحديد. عدى براندو، عدى سيطر على الكره، خد الفاول من عمر هشام. براندون عمر هشام ارتكب امامه خطا شخصي وتو شوتس لصالح براندو. هنا الخطا على عمر هشام، براندون على تو شوتس ورا ميتيل حروفي. تكنيكال فاول على كوتش اوجستي. دي ماركو يشوط التكنيكال فاول ينجح في تسجيل.
تعود اللعبه كما كانت. ليه براندول عطوا شوتس. براندول فريسو اول ينجح في تسجيل براندول. براندول على الفريسو الثاني 45-34. فريسو ثاني ينجح ايضا في تسجيله براندول. الفارق الى 10 نقاط. دقيقة 45 سنة متوقعة على نهاية كوارتر ثاني. يبدأ ديماركو الهجمة مع ابو النصر. رجع النادي الاهلي مان تو مان مرة ثانية. خد سكرين عمر الشام من خالد عبد الناصر. عدى عمر الشام في الدرايف حجز خالد عبد الناصر ينجح في تسجيل نقطتين. يزود بيهم الفارق الى 12 نقطة لصالح نادي الزمالك. عمر عزم يسلم لكيجو. كيجو على طول يسلم لبراندون بالهاند اوف. براندون يقلب الملعب. للجندي، الجندي في الاختراقات، واصل الجندي لكن نجح انه ياخد خطأ شخص الجندي والسلامات للجندي لأن واضح إن في إصابة، سلامات لعمرو الجندي لكن أهو يعني نتمنى طبعًا يقوم بالسلامة إن شاء الله. هنا الفاول على عمر هشام. التو شوتس لصالح عمر الجندي. قام بالسلامة الحمد لله عمرو الجندي. عمر عماد لاعب نادي الأهلي تحت 20 سنة. بدلا من كيجو او المشاركه لعمر عماد. عمرو الجندي واضح ان في سكرين ممكن. رجع احمد اسماعيل لاعب نادي الزمالك بدلا من احمد ياسر عبد الوهاب. الجندي على الفري ثرو الاول الرمي الحره الاولى. الجندي لا يسجل. عمرو الجندي على الفري ثرو الثاني والرمي الحره الثانيه هي 16 سنه متبقيه. ينجح في التسجيل عمرو الجندي. ده الفرق الى 11 نقطه 36-47 لصالح نادي الزمالك. يبدا ديماركو الهجمه. ديماركو يسلم لعلي عمر اللي عاد لارض الملعب مره ثانيه بدل من احمد عزم. علي عمر يسلم على طول لخالد عبد الناصر بالهاند اوف مع ديماركو. الدبل تيم خالد عبد الناصر لازم هنا حد يعمل بقى هنا الكفر هنا التغطيه العكسيه لازم تيجي من الويك سايد على طول توقف الكره دي. ينجح خالد عبد الناصر في تسجيل نقطتين. عمرو الجندي ياخد سكرين من عمر عماد. الجندي الدرايف الجندي يسلم على طول كيك اوت عند عمر عزب. عمر عزب ينجح في الحصول على خطا شخصي من علي عمر. شوت صورة 200 حرتين لعمر عزب. خطا شخصي على علي عمر. عمر عزب على الفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى 44 سنه متبقيه ينجح في التسجيل 37-49. عمر عزب والفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. يبدا الهجمه علي عمر من نادي الزمالك. دي الفرق الى 11 نقطه مره ثانيه 40 سنه متوقعه على نهايه الكوارتر الثاني. علي عمر يعدي يسلم لخالد عبد الناصر لديماركو مره ثانيه. نخلي بالنا من هنا لازم هنا يضم على طول عمر عزم. يرجع على طول ويوقف النادي الاهلي الهجمه. لسه ديماركو. ديماركو اخر الثواني. ديماركو على اوبن شوت. ديماركو في 3 بوينت ما يسجلش. اخر 20 سنه متوقعه بزمن الكوارتر. براندو يهدى على ملعبه. براندو طلب السكرين بيقول له وسع. بيقول له عمر عماد وسع. روح له بالسكرين عمر عماد. ثواني اخيره. براندون براندون لسه براندون. براندون 3 بوينت براندون لكن حظه وحش كده ما بينجحش في التسجيل عشان تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم نادي الزمالك على النادي الاهلي بنتيجه 49-38. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر ثاني وثالث نذهب بها سريعا الى محللنا الكبير الكابتن هيثم وضيوفه الكرام كابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد السرعوي. الزميل العزيز كابتن هيثم جو
شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام كابتن محمد طاهر رجب وكابتن محمد السرعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، عوده مره اخرى اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر ثالث ما بين الاهلي والزمالك في جيم 3 نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة موسم 23-24. زي ما تابعتوا حضراتكم كده في بعض الاحصائيات اللي قالها كابتن سعيد وضيوفه الكرام تكملة للاحصائيات. دي التعليمات الاخيرة للكوتش اوجوستي. النادي الاهلي سجل 7 نقاط من التيرن اوفر اللي عملها نادي الزمالك، وسجل من تحت المنطقة اللي هي المربع زي ما قال كابتن هيثم 18 نقطة، سجل 3 نقاط من السكند شانس أو المتابعة الهجومية، والفاست بريك سجل 5 نقاط، لاعبي البنش سجلوا 8 نقاط، وأكبر تقدم كان 10 نقاط لصالح نادي. دي بعض الإحصائيات. أما نادي الزمالك سجل من تيرن أوفر اللي عمله النادي الأهلي 11 نقطة، سكند شانس أو متابعة هجومية سجل 15 نقطة، لاعبي البنش سجلوا في احداث الكوارتر الاول والثاني 30 نقطة، اما من تحت الباسكت فعمل رقم سجل 26 نقطة، في الفاص بريك سجل 4 نقاط وكان اكبر تقدم 14 نقطة. دي بعض الاحصائيات سريعا كده كوتش اوجوستي. في احداث الكوارتر الثاني تم احتساب عليه خطأ فني وتكنيكال فاول، نتمنى الا يحصل على الثاني. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي، ابو النصر، عمر طارق، ايهاب امين، براندون، وعمر الجندي. ده الستارت اللاين اب للنادي الاهلي اللي هيبدا بيه الكوارتر الثالث. نتمنى عوده للنادي الاهلي والكامباك والحصول على المباراه الثالثه باذن الله. اما الستارت اللاين اب لنادي الزمالك فهنقول لكم عليه، وكوتش اوجوستي مع كابتن اسلام وحيد وحوار كده، دي ماركو، علي، عمر، احمد اسماعيل، خالد عبد الناصر، نشوف الخامس على بركة الله. حيازة تبادلية للأهلي والأهلاوية. يبدأ النادي الأهلي الهجمة عن طريق إيهاب عمي. إيهاب يبدأ الهجمة من تمان نادي الزمالك. إيهاب يسلم لبراندون، براندون بالسكرين مع عمر طارق، براندون يبص على الإنسايد مرة ثانية. أدي هنا اختراقات والكيك أوت عند براندون. براندون في 1 اون 1، براندون ستيب باك وميديوم شوت، شوت نجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول. ده الفارق الى 9 نقاط لصالح نادي الزمالك. براندون على تسجيل اولى نقاط الكوارتر الثالث. خالد عبد الناصر بالهاند اوف مع ديماركو، ديماركو مع الكوره، دفعات قويه، خالد عبد الناصر بنتريشن من الميدل، لكن هنا تيرن اوفر ومخالفه المشي بالكره على نادي الزمالك. خالد عبد الناصر يرتكب تيرن اوفر واوتسايد لصالح نادي. عمرو الجندي اطمأننا عليه، الحمد لله كانت حاجه خفيفه كده وعاد الى ارض الملعب تاني. بدا بيه كوتش اوجوستي الكوارتر الثاني. يبدا الهجمه على طول. ايهاب امين، ايهاب بالسكرين مع عمر طارق، لسه ايهاب امين، ايهاب في الدرايف 1-1 ايهاب، لكن هنا يحتسب كابتن اسلام وحيد الباسكت ومعه الاند 1 والفاول والخطا الشخصي لصالح البوب ايهاب امين. نقطتين يحتسبهم كابتن اسلام وحيد واند 1 لايهاب امين. ايهاب على الاند 1 ينجح في تسجيل نقطة واند 1 ورمية حرة إضافية عشان يوسع الفارق أو يضيق الفارق. 49-43. عدى علي عمر، علي في الدرايف 1-1، علي راح وصل لكن ما نجحش في التسجيل. اهتم الأهلي بالريباوند، نجح ايهاب امين في الحصول على الريباوند. يسلم لأبو النصر، أبو النصر بالهاند أوف مع براندون، براندون بالبيهايند باك، براندون سيطر على الكرة، سلم لابو النصر، درايف ابو النصر بنتريشن 1-1، روعة الروعة محمد ابو النصر ينجح في تسجيل نقطتين. محمد ابو النصر واخد معاه خطأ شخصي وفاول، ولا ده تايم اوت؟ اعتقد ده تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر. ادي هنا الدرايف وادي الوصول وادي لعب بايده الشمال، ينجح محمد ابو النصر بإضافة نقطتين كمان لصالح الاهلي والاهلاوية. كوتش وائل بدر يطلب تايم اوت. 45-49 لصالح نادي
الزمالك. تعليمات كوتش اوجوستي. زي ما قلت لحضراتكم اهتم النادي الاهلي جدا في الريباوند ده في المقام الاول، اللعبه على الانسايد في الهجوم ده في المقام الثاني، الدفاعات والتغطيات الدفاعيه العكسيه سواء من الويك سايد او المقابله في الدبل تيم على ديماركو زي ما حصل في جيم 1 وجيم 2. كوتش اوجوستي وتعليماته وانتهاء التايم. التايم اوت اللي طلبه كوتش وائل بدر. 49-45 لصالح نادي الزمالك، ده الفرق الى 4 نقاط. يبدا نادي الزمالك الهجمه عن طريق ديماركو. ديماركو على طول محمد ابو نصر اوتوماتيك يتولى الكابتن، عدى ديماركو، ديماركو يقف ويرتكز وعلى الميديم شوت يشوت ما يسجلش، لكن هنا في ايه؟ في هنا مخالفه وفاول وخطا شخصي، هنشوف على مين. عز ايمن هو اللي لم الريباوند، حاول تراي كده على الباسكت، لكن هنا الخطا الشخصي والفاول هنشوفه على مين؟ على محمد ابو نصر. فاول على محمد ابو نصر. خطأ شخصي وفاول على محمد ابو النصر وتحذير. قول لو في ادعاء للسيميليشن هتاخد تكنيكال فاول. ده حوار الكابتن ياسر مع كابتن مع محمد ابو النصر. حوار اخر مع في هنا المراجعه للاي ار اس. نشوف المراجعه للاي ار اس. مراجعة للاي ار اس ما بين كابتن ياسر وكابتن اسلام وحيد. هنا مروان سرحان مع عمر طارق وبراندون عمرو الجندي وهاب امين. كوتش اوجوستي بيستدعيهم بالرغم بالتعليمات. هنشوف خلينا مع الحكام القرار ايه. تو شوتس هنا، يبقى هنا القرار هنا تم مراجعته، هل هي لتو شوتس ولا فاول عادي؟ ادي هنا هنا قرر الحكام انه فاول، ودي تراي من معاذ ايمن على الباسكت يتم احتسابها برميتين حرتين. تو شوتس ورميتين حرتين لمعاذ ايمن. معاذ على الفري ثرو الاول لا يسجل. معاذ على الفري ثرو الثاني ورمى الحره الثانيه. ينجح في التسجيل. سجل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني. معاذ يبدا على طول ايهاب امين بهجمه. عدى ايهاب امين من علي عمر. يبدا سيد بلاي. ايهاب امين بريس كريم مع عمر طارق. ايهاب لسه ايهاب يعلق على طول عمر طارق. اليو باسكت ينجح في تسجيله عمر طارق وياخد معاه فاول وخطا شخصي باند 1 للصالح البيجو عمر طارق. بدايه ولا اروع من الاهلي والاهلاويه. ادي هنا الاليوب وادي الباسكت وادي الخطا الشخصي على احمد اسماعيل. اند 1 ورمي حره اضافيه للبيجو عمر طارق. خطا شخصي على احمد اسماعيل رقم 21 من نادي الزمالك. اند 1 لعمر طارق ينجح في التسجيل. عمر طارق في التسجيل على طول يخرج على عمر وينزل عمر الشام. لاعب نادي الزمالك يدي الفرق الى نقطتين. خالد عبد الناصر يطلع الاوت ويسلم على طول لديماركو. ديماركو لسه ديماركو يتعمل عليه دبل تيم، يسلم لخالد عبد الناصر، يعدي خالد عبد الناصر في الاول زاويه. خالد عبد الناصر يسلم تحت الباسكت لاحمد اسماعيل اللي يسجل اللي هو اول زاويه اب ودنك ينجح في تسجيله احمد اسماعيل. دي قامت ترفع الفرق مره ثانيه الى 4 نقاط. ايهاب امين من تو مان الزمالك. ايهاب ايهاب لسه ايهاب استنى الانسايد. ايهاب سلم عمر طارق. عمر طارق بالهاند اوف مع براندو. براندو 10 ثواني على زمن الهجمه. لسه براندو. براندو السكرين براندون 4 ثواني. براندون 3 بوينت براندون لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول خالد عبد الناصر ويبدا الهجمه عن طريق عمر هشام. عدى عمر هشام لكن دفاع قوي من ايهاب امين.
عد عمر الشام وادي هنا ايهاب امين في الستيل، ايهاب امين في الباسكت، ايهاب امين في التو شوتس، ينجح ناخد خطا شخصي وفاول على مين؟ خالد عبد الناصر. ينجح عمل الستيل ودفاع قوي من ايهاب امين. الكل توقع ان ايهاب امين هيسيب عمر هشام، لكن اصر على انه يعمل الستيل ونجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على خالد عبد الناصر رقم 28. تو شوتس ورميتين حرتين للبوب ايهاب امين. ايهاب على تنفيذ الفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى. 7 دقائق و21 ثانيه. ينجح في التسجيل للبوب. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لايهاب امين. ينجح ايضا في التسجيل. ده الفرق الى فرق نقطتين لصالح نادي الزمالك. 52-50. كوتش اوجوسو التعليمات الدفاعيه. عمر هشام يبدا الهجمه مع براندون على طول في المان تو مان. عدى بالسكرين مع خالد عبد الناصر، يقلب الملعب في السكيب باس عند احمد اسماعيل لدي ماركو، يسلم دي ماركو. دي ماركو عايز يبص على الثلاثه بونت شوت فعلا لكن لا يسجل. زق الكره كده معاذ ايمن تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي على طول. مروان سرحان يسلم من دور ايهاب امين، يبدا الملعب على طول ايهاب امين كبوينت جارد او صانع العاب. عدى بالسكرين ايهاب يسلم لبراندون. براندون عمر طارق بيقول له اهدى كده انا جاي لك بالسكرين. عدى بالسكرين براندون، لسه براندون بري سكرين مره ثانيه. براندون على 3 بوينت براندون، ينجح في تسجيل 3 نقاط. براندون شيلدريس الامريكي ينجح في تسجيل 3 نقاط واول تقدم في احداث الكوارتر الثالث للاهلي والاهلاويه. دي ماركو في الدرايف، دي ماركو في الوصول، دي ماركو في التسجيل، ينجح في تسجيل نقطتين. خلي الفرق نقطه لصالح نادي الزمالك. 54-53. عدى ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب يبحث عن براندون. براندون بالسكرين. براندون مع معاذ ايمن. عدى براندون. براندون لسه براندون في الاختراقات. براندون الكيك اوت عند مروان. مروان في الاوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول عمر هشام ويروح على البلوك. روعه البلوك يا عمر طارق. على طول الكره تصل الى ترن اوفر على محمد ابو نصر. سلامات لعمر طارق. خد الكره كده محمد ابو نصر، اتعمل عليه دبل تيم، حاول يباص الكره ويطلعها فاست بريك لكن هنا نشوف مره ثانيه البلوك. ادي عمر هشام في الاول زاويه مع عمر طارق، خد الخطوات هوب تعالى هنا بقى. نرجع للمباراه مره ثانيه. دي ماركو عدى دي ماركو لكن هنا اوفنسيف فاول على دي ماركو لاعب نادي الزمالك. ينجح بذكاء شديد محمد ابو النصر في الحصول على خطا شخصي من دي ماركو. اوفنسيف فاول خطا مهاجم والحيازه للاهلي والاهلاوي. براندون معاذ ايمن يتولى الكابتن في المان تو مان. براندون عدى. عدى براندون السكرين مع عمر طارق. لسه براندون يسلم على طول. لا لسه براندون في ال1 ان 1 براندون لكن هنا في خطا شخصي وفاول. لا هنا وقف كابتن ياسر احتسم خطا شخصي مخالفه المشي بالكره على براندون تشيلدرس. براندون وترن اوفر على النادي الاهلي. كرة الأخيرة لبراندون. خرج معاذ أيمن، نزل أحمد عزب مكانه، وأدي براندون. يبدأ الهجمة عمر هشام بالسكرين مع خالد عبد الناصر، يضغط عليه في الدبل تيم لكن هنا فاول من مروان سرحان وخطأ شخصي يحتسب الكابتن ياسر على مروان سرحان. اوتسايد زملكاوي. دي ماركو يقلب السكيب باص على طول عند احمد عزب. احمد عزب بالسكرين، احمد عزب عدى يطلع كيك اوت لعمر هشام. عمر هشام على اوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش. لاست تاتش على احمد اسماعيل ولا اوتسايد لصالح النادي. براندون 11 نقطه نجح في تسجيلهم
فيه خلال المباراة لمحمد ابو النصر. استلم على طول عمر طارق لكن خطأ شخصي وفاول على احمد اسماعيل واوتسايد لصالح نادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي اينما كنت اينما ذهبت حاضرة دائما وابدا، داعم وشريك رئيسي في كافة النجاحات. اوتسايد اهلاوي، وتشوف بصي وحوار مع كابتن احمد الجرح وكابتن رامي الدياصري. وشوتس ورميتين حرتين لصالح عمر طارق. عمر طارق على الفري ثرو الاول والرمية الحرة الاولى لا يسجل. عمر طارق 14 نقطة نجح في تسجيلهم في المباراة. عمر طارق على الفري ثرو الثاني والرمية الحرة الثانية نجح ايضا في التسجيل. 20 محاولة النادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 16 محاولة. عمر طارق او عمر هشام عدى معاه ابو النصر، لسه ابو النصر مسيطر عليه. دفاعات قوية من ابو النصر، خلي بالك من فاولات يا ابو النصر. لسه بقول له خلي بالك، احتسب عليك يا كابتن اسامة حميد على طول خطأ شخصي. فهو خطأ شخصي على محمد ابو النصر. اوتسايد على التنفيذ احمد عزم. يسلم على طول لخالد عبد الناصر. خالد يبحث عند ماركو، دفاع قوي من راندو. يسلم على طول احمد اسماعيل بالهاند اوف مع عمر هشام. عمر هشام في البنتريشن من الميدل، يسلم في البيك اند رول مع احمد اسماعيل. دفاع قوي من الاهلي، يسلم خالد عبد الناصر لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل يستخدم اللوحه وينجح في تسجيل نقطتين يجعل التقدم 56-54 لصالح نادي. يبدا ايهاب امين الهجمه. ايهاب 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 امين ايهاب يلف وارتكز يطلع كيك اوت على طول. مروان سرحان في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما يسجلش، حاول معاه مره ثانيه لكن ديماركو على طول يسبق. ديماركو في الديفنسيف ريباوند في الاول زاوية يروح ويسلم لاحمد اسماعيل تحت الباسكت. هنا دايس على اللاين، قرار صحيح من الكابتن خالد لكن دفاعات اقوى من البيج هو عمر طارق اللي نجح انه يخرجه ويطلع اوت سايد. يخرج مروان سرحان، الكرة هي مرة تانية. بصوا على عمر طارق هنا خلاص وقف، خلاص كان خرج بره الملعب. نزل كيجو مكان مروان سرحان. اضطر على الريباوند وما يفكر فيه وبص بوش دلوقتي. ايهاب امين في 3 بوينت ما سجلش، يزقه على طول. ابو النصر لبراندون، براندون براندون 3 بوينت براندون لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم الكرة على طول في الديفنس ريباوند على طول احمد اسماعيل ويسلم لعمر هشام. يبدا الهجمة عمر هشام. عمر هشام بالسكرين مع احمد اسماعيل، يقابله على طول ايهاب امين. سكرين وري سكرين مرة ثانية، يقلب الملعب لديماركو. ديماركو على 3، ديماركو على 3 لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول كيجو ويبدا الهجمة. ايهاب امين. ايهاب يسلم لبراندون. براندون يتولى رقابة ديماركو وديماركو يتولى رقابة براندون. لسه ايهاب امين اون 3 ايهاب لكن ما ينجحش في التسجيل. يزق الكره على طول كيجو لكن هنا في خطا شخصي على مصطفى كيجو تجاه ديماركو. خطا شخصي على كيجو. 3 دقائق 11 سنه متبقيه على نهايه احداث الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. خرج كيجو ونزل مكانه عمرو الجندي. استغل كوتش اوجوستي في بوزيشن 3 و4 يقدر يلعب بيه في الانسايد، ياخد بوزيشن ويقدر يلعب بيه لو حد طويل ماسكه من السناتر نادي الزمالك يقدر يسحبه لبره ويلعب بيه بال1 اون 1 او يشوط 3 مره. خالد عبد الناصر يلف ويرتكز ويروح على الباسكت لكن ما يسجلش على طول. بيج او في الديفنسيف ريباوند حاضر، يسلم على طول لبراندون. براندون 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 لايهاب امين تحت الباسكت لعمر طارق. يلف ويرتكز عمر طارق، الباك ليا بطلع كيك اوت يا عمر لكن هنا مخالفه المشي بالكره. طلع كيك اوت على طول يا عمر، اتزنقت اتعمل عليك تراب من 3 لاعبين، طلع كيك اوت على طول. يضغط النادي الاهلي، ابو النصر يضغط على ديماركو. ديماركو لسه ديماركو يسلم لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل بالهاند اوف مع عزم. عزم لكن هنا براندون ارتكب خطا شخصي وفاول اتجاه احمد عزم.
خطأ شخصي على براندون تجاه أحمد عزب وتو شوتس لصالح أحمد عزب. رميتين حرتين لأحمد عزب. رمي حرة أولى وفري ثرو أول لأحمد عزب. ينجح في التسجيل. فري ثرو ثانية ورمي حرة ثانية لعزب. لا يسجل. يقول احد لاعبي نادي الزمالك قبل لمس الكره للحلقه خلاص مفيش ريباوند كابتن خالد صفر ان الكره اوت سايد لصالح النادي. استلم ايهاب امين ويبدا الهجمه. ايهاب امين لسه ايهاب اخر دقيقتين وعشرين ثانيه. ايهاب امين ايهاب في الانسايد. ايهاب لسه مسيطر على الكره. طلع ايهاب يقلب الملعب على طول لبراندون. براندون على الميديم. براندون يشوط لكن ما يسجلش. حاول مع عمر طارق لكن تصل الى ايهاب امين يبدا الهجمه مره ثانيه من السيت بلاي عن طريق عمرو الجندي لايهاب امين مره ثانيه. جاله سكرين من عمر طارق. ثواني اخيره في زمن الهجمه. قطع له على طول ابو النصر. ابو النصر لكن هنا في فاول وخطا شخصي على خالد عبد الناصر لاعب نادي الزمالك. عمر هشام عفوا. وتو شوتس يحتسبهم كابتن ياسر جمال لصالح محمد ابو النصر. دقيقة 59 سنة بالتمام والكمال على نهاية أحداث فترة ثالثة وكوارتر ثالث. تغيير في صفوف نادي الزمالك. هيخرج عمر هشام. يخرج مين مكانه؟ هل معاذ أيمن أم أحمد ياسر؟ مهاب ياسر أعتقد مهاب ياسر هو اللي نزل. رمية حرة أولى وفري ثرو أول ينجح أبو النصر في تسجيله. ده الفرق الى نقطتين 55 57 لصالح النادي الزمالك. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لصالح نادي الاهلي عن طريق ابو النصر ينجح ايضا في تسجيل. دي الفرق الى نقطه وحيده 56 57 لصالح نادي الزمالك. اقل من دقيقتين اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الثالث. عمر عزب بدل من ابو النصر. دي ماركو يبدا الهجمه. دي ماركو مع ايهاب امين يسلم لاحمد عزب. عزب ياخد سكرين من احمد اسماعيل. عدى عزب وادي الميديم بتاعت عزب يشوط ينجح في تسجيل نقطتين ويوسع الفرق الى ثلاث نقاط لصالح نادي الزمالك. براندون براندون لسه براندون سكرين مع عمر طارق. براندون براندون ميديام براندون يشوط براندون ينجح براندون في تسجيل نقطتين وده الفرق مره ثانيه الى نقطه وحيده لصالح نادي الزمالك. يبدا دي ماركو الهجمه في الاول زاويه لوحده خالص يروح يصل في الاخير لا ينجح في التسجيل. يلم عزب على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم دي ماركو على طول بدوره يقلب الملعب لعمر عزب. عمر عزب على الاوبن شوت. عمر عزب عمر عزب ثلاث نقاط روعه الروعه عزب يجعل بهم التقدم للاحمر الاهلاوي. ثلاث نقاط 61 59 للاهلي والاهلاويه. دي ماركو لسه دي ماركو السكيب باس عند عزب. احمد عزب وعمر عزب شقيقان من نادي سموحه. احمد عزب على الاوبن شوت لكن ما نجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند روعه من البيج وعمر طارق. اخر 40 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثالث 61 الاهلي 59 الزمالك. ايهاب امين ايهاب بالسكرين مع عمر طارق. لسه ايهاب سكرين تاني عمر طارق اخر ست ثواني في زمن الهجمه. وادي هنا سلم عمر طارق في البيك اند رول لكن ترايك كده على الباسكت ما ينجحش. عمر طارق يلم على طول دي ماركو ويبدا الهجمه. ثواني اخيره في زمن الكوارتر الثالث. دي ماركو لخالد عبد الناصر عايز يستلم منه مره ثانيه. دي ماركو دي ماركو يفتح الملعب لازم اللعيبه تضم هنا عشان تعمل الهيلب. لسه دي ماركو على اوبن شو على 3 بوينت ما يسجلش يلم البيك او عشان تاتي معها صفرة انتهى احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 61 59. تعالوا نشوف تعليمات كوتش اوجوستي ونشوف الاعداد ونستمتع معاكم بالتحليلات والاحصائيات اللي متواجده واللي بترسل الينا لحظه بلحظه. التوب سكورر بقول لحضراتكم اعلى النقاط في النادي الاهلي هو عمر طارق برصيد 15 نقطة أما نادي الزمالك برصيد
13 نقطة، هو خالد عبد الناصر يأتي وراء عمر طارق إيهاب أمين 14 نقطة، ثم براندون ب 13 نقطة. ده التوب سكورر أو أعلى نقاط في الفريق. في التوتال ريباوند إيهاب أمين 6 مقابل أحمد إسماعيل 7، يأتي وراء إيهاب أمين عمرو الجندي 4 ومحمد أبو النصر 4. في الأسيست أو التمريرات المساعدة، براندون عمل 5 تمريرات حاسمة مقابل ديماركو عمل 4، يأتي وراء إيهاب أمين ب4 وعمرو الجندي ب تمريرتين حسمة. الفري ثرو 23 محاولة النادي الأهلي على الفري ثرو أو على الفاول شوت اللي نجح في تسجيل 18 بنسبة 78%، أما نادي الزمالك على الفري ثرو 16 محاولة ونجح في تسجيل 8 برصيد 50%. في الريباوند ارتفع النادي الاهلي الى 28 ريباوند مقابل 39 ريباوند نادي الزمالك. في الاسيست الزمالك 12 اسيست والاهلي 11 تمريره مساعده. في البلوكات متعادلين، عفوا في البلوكات الاهلي 2 مقابل لا شيء. في الستيل 4 امام 4. التيرن اوفر الاهلي عمل 9 تيرن اوفر مقابل الزمالك 8، دي احصائيات المباراه لغايه احداث الكوارتر الثالث. على الفريق على 3 بوينت الاهلي 23 محاوله على 3 بوينت نجح في تسجيل 5 محاولات برصيد 21%، اما نادي الزمالك 18 محاوله على 3 بوينت نجح في تسجيل 5 محاولات برصيد 27%. انتهت فتره الراحه ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع، نذهب الى الفصل الاخير. الاهلي يبحث عن الثلاثيه وللتاهل الى الفاينل الدوري واكتساب بعض الوقت من الراحه قبل نهايات البال باذن الله يوم 24 القادم ان شاء الله. كل التوفيق للماتادورز، خماسي النادي الاهلي براندون، عمر طارق، عمرو الجندي، مروان سرحان وعمر عزب. ده خماسي النادي الاهلي. خماسي نادي الزمالك احمد عزب، ديماركو، احمد اسماعيل، وهنشوف مين خالد عبد الناصر، وهنشوف مين خمسه. ديماركو يبدا الهجمه في حيازه تبادليه لصالح نادي الزمالك، وابي ياسر متواجد. ديماركو ديماركو بالسكرين مع احمد اسماعيل، بيك اند رول للسلم احمد اسماعيل، قطع له خالد عبد الناصر لوحده خالص اللي بينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع. خالد عبد الناصر عشان ياتي بقى بالتعادل 61-61. يبدا الهجمه براندو، ياخد السكرين من عمرو الجندي. براندو براندو السكيب باس عند مروان سرحان، مروان سرحان اون 3، مروان سرحان ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع، وبالثلاثيه روعه الروعه من مروان سرحان. خالد عبد الناصر بالهاند اوف على طول مع احمد عزب، وسع الفرق مروان بثلاث نقاط. يسلم على طول خالد عبد الناصر، يطلع السكيب باس لكن مروان حاضر في الستيل، مروان في الاول زاويه، مروان بالشمال، ومروان يسجل، مروان ينجح في تسجيل نقطتين يعلي الفرق الى 5 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. يضغط مروان على ديماركو. كلمه سر لنادي الزمالك ديماركو، لكن هنا خطا شخصي وفاول على عمر عزب. نقطة سجلهم دي ماركو مقابل 13 نقطة لبراندون شيلدرس. أما عمر عزب نجح في تسجيل 8 نقاط حتى هذه اللحظة. كوتش هنريك رودل المدير الفني للمنتخب المصري. وادي دي ماركو على الدرايف 1-1 ما ينجحش في التسجيل. عمرو الجندي في الديفنسيف راوند يسلم لبراندون. براندون يبدأ الهجمة. براندون 66-61 لصالح الأهلي والأهلاوية. 5 نقاط هو الفارق. براندون يهوش يسلم على طول لعمر طارق. بالهاند اوف مع براندون مره ثانيه. براندون بص على عمر طارق، سلم لعمر طارق، لف وارتكز بالهوك لكن عمل له بلوك، لكن هنا في ايه؟ في هنا مخالفه المشي بالكره على عمر طارق. اوت سايد والحيازه لصالح نادي الزمالك. هنا كابتن ياسر وكابتن اسلام اجتمعوا وقالوا ان الكره جامبول والحيازه للنادي الاهلي. هنا كابتن ياسر بيشرح لكابتن وائل بدر ليه الكره اتحسبت جامبول. جامبول وفاضل ثانيتين وتسع اجزاء من الثانيه على زمن الهجمه. ثانيتين وتسع اجزاء من الثانيه على زمن الهجمه.
عمر عزب هيطلع الاول يسلم لبراندون، براندون 3 بوينت لبراندون لكن ما بينجحش في التسجيل. خالد عبد الناصر هنا مزجون ديفنسيف ريباوند يسلم لعزب، عزب لسه عزب السكيب باس عند مهاب ياسر، مهاب ياسر على الثلاثة بونت يشوط ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، ده الفرق إلى فرق نقطتين مرة ثانية. 64 66 براندون يبدأ الهجمة، براندون براندون عدى براندون لسه براندون مع الكرة ميديام براندون شوت براندون نجح براندون في تسجيل نقطتين 68 64 يعلي الفرق إلى أربع نقاط مرة ثانية. سبع دقائق 35 سنة متوقعة على نهاية أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. دي ماركو عدى قطع له كده في الباك دور، خالد عبد الناصر قطع له مرة ثانية، عزب لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق عمرو الجندي يسلم لبراندون، براندون لسه براندون مع الكورة، براندون سكيب باص هنا براندون لكن هنا مروان سبحان بيقول له اهدى ونفذ السيت بلاي. مروان براندون عدى بالسكرين مع عمر طارق، براندون اتعمل عليه دبل تيم يقلب الملعب على طول حلو قوي لعمرو الجندي السكيب باص عند مروان سرحان، مروان في الدرايف يطلع الكيك اوت عند الجندي، الجندي على الثلاثة بونت ما ينجحش في التسجيل، يلم عمر عزب ويسلم لدي ماركو، دي ماركو يبدا الهجمة. أربع نقاط فارق للأهلي والأهلاوية. علق الناحية الثانية لمهاب ياسر في غفلة دفاعية من الأهلي، الويك سايد هنا لازم يبقى الراجل ده قدامه. خرج عمر طارق وإيهاب وبراندون نزل مكانهم كيجو وإيهاب أمين تغيير المدير كوتش أوجوستي، ده الفرق مرة ثانية إلى فرق نقطتين. ست دقائق أدي الكرة أهي، هنا لازم براندون كان ينزل هنا، براندون كان لازم ينزل هنا. لو خدتوا بالكم في الإعادة هتلاقي إن عمر طارق بيقول له انزل اسقط معانا في الديفنس. نبدأ الهجمة مرة ثانية عن طريق إيهاب أمين، إيهاب يسلم لكيجو، كيجو يسلم لعمرو الجندي، ست ثواني على زمن الهجمة. الجندي، الجندي في الاختراقات، الجندي في الفلوتر، الجندي في الوصول لكن ما ينجحش في التسجيل، دي ماركو على طول يلم من اعلى نقطة ويبدأ الهجمة. دي ماركو رايح على طول عمر عزب، دي ماركو عدى من البيز لاين، دي ماركو لوحده خالص راح دي ماركو لكن هنا عمل معاه فاول. مروان سرحان بتو شوتس لصالح دي ماركو. الكوتش اوجوستي هي ينزل يستعين بيه محمد ابو النصر عشان يتولى رقابه دي ماركو. واحده من الاسئله اللي ممكن نسالها واحنا قاعدين بنتفرج، هل ممكن يعود ابو النصر لمراقبه دي ماركو؟ ريسو اول ورمي حره اولى لدي ماركو ينجح في تسجيلها، ده الفارق الى نقطه وحيده 68 67. دي ماركو ريسو ثاني ورمي حره ثانيه ياتي بها بالتعب، ولا ممكن كوتش اوجوستي يستعين بإيهاب أمين هو اللي تولى رقابة دي ماركو؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن أنا شايف أبو النصر أهو على التغيير زي ما قلت لحضراتكم، هل هيستعين بيه لمراقبة دي ماركو؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. إيهاب أمين يبدأ الهجمة، من تمنى نادي الزمالك. إيهاب عدى معاه معاذ أيمن، عدى من معاذ، لسه إيهاب، لسه إيهاب، لسه إيهاب. اوبن شوت 3 بوينت ايهاب امين لكن قصيره ما ينجحش في التسجيل، يلمها مره ثانيه لكن تقع من ايده كده وتصل الى خالد عبد الناصر، خالد عبد الناصر في الدرايف واحد على واحد يروح في الاول زاوي ينجح في تسجيل نقطتين ويعلي بيهم الفرق نقطتين لصالح نادي الزمالك. عمرو الجندي مروان سرحان هاند اوف على طول مع ايهاب امين، ايهاب عدى ايهاب الدرايف الكيك اوت عند عمر عزب يسيطر على الكره، عمر يقلب الملعب على طول لمروان، مروان اوبن شوت، مروان 3 بوينت ما يسجلش، يلم كيجو سكند شانس لعمرو الجندي، عمرو الجندي اوبن شوت برضه ما يسجلش لكن يلم المره دي ايهاب امين وينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك بتو شوتس ورا 200 مرتين. تو شوت ورا 200 حرتين. مروان سرحان يخرج ينزل مكانه محمد ابو النصر زي ما قلت لحضراتكم، هيستعين بيه كوتش اوجوستي لمراقبه دي ماركو. تو شوتس ورا 200 حرتين لايهاب امين، ايهاب على الفري ثرو الاول ورامي الحره الاولى ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورامي حره ثانيه لايهاب امين،
ينجح ايضا في التسجيل. ياتي معها بالتعادل 70-70. دي ماركو عدي دي ماركو لعبوا النصر هندوف مع حازق مع خالد عبد الناصر سكرين والدبل تيم لخالد عبد الناصر بالهندوف مع مهاب ياسر. مهاب ياسر عدى مهاب 3 بوينت وهاء مهاب ينجح في تسجيل 3 نقاط. مهاب ياسر يوسع الفارق الى 73-70 لصالح نادي الزمالك. انتصاف احداث الكورت الرابع. يتبقى 4 دقائق 50 ثانيه على نهايه احداث المباراه. ايهاب امين ايهاب عدى بالسكرين مع كيجو لكن هنا معاذ ايمن ارتكب معاه خطا شخصي وفاول لصالح ايهاب امين. عمر عزب يخرج ينزل مكانه براندون. اوتسايد للاهلي. اعتقد هل في مراجعه اي ار اس؟ لان انا شايف انا متهيألي في مراجعه اي ار اس. قرار كابتن اسلام وحيد ايه؟ ما شفناهوش لكن هنعرف دلوقتي. اوتسايد للنادي الاهلي. 14 ثانيه جديده. براندون السنه بالسكرين مع عمرو الجندي. عدى براندون خد نص الملعب. طلب السكرين من كيجو. براندون لسه براندون استغل الميس ماتش. براندون يخش لكن المره دي يتعمل عليه بلوك وفاضل ثانيه وثمان اجزاء من الثانيه. استغل الميس ماتش يا براندون. كيجو كان لوحده خالص مع معازي. اوتسايد وتبقى دي ثانيه وثمان اجزاء من الثانيه. لكن تيرن اوفر تصل الى مهاب. مهاب يسلم لدي ماركو. دي ماركو يبدا الهجمه وادي هنا يعلق لكن تيرن اوفر وباد باص على طول. فاست بريك سريع لايهاب امين اللي بياخد فاول ويحصل على خطا شخصي من دي ماركو برميتين حرتين. 4 دقائق 24 ثانيه ورميتين حرتين وتو شوتس لصالح البوب ايهاب امين. رمية حرة أولى وفري ثرو أول للبوب ينجح في تسجيلها. فري ثرو ثانية ورمية حرة ثانية لإيهاب أمين. ده الفرق إلى نقطتين 73-71. إيهاب والفري ثرو الثاني ده الفرق إلى نقطة واحدة. عمر طارق يعود إلى أرض الملعب بدلا من عمرو الجندي. دي ماركو يبدأ الهجمة. دي ماركو لسه دي ماركو ضغط عليه بيك اند رول بقى هنا. هنا لازم يرجع تاني. كيجو عمل الاداء الدفاعي صح لكن هنا الديفنس او الريباوند مش موجود. وهنا تراي مره تانية من حازم المشد لكن في هنا قرار بفاول وخطا شخصي ورميه حره اضافيه او اند وان لصالح حازم المشد. نشوفه مره تانية. لف وارتكز مع عمر طارق وشاط لكن هنا الخطا الشخصي على مين؟ هل على عمر طارق ولا ايهاب امين؟ اند 1 لحازم المشد. حازم على الاند 1 وسع الفارق الى 3 نقاط وينجح في تسجيل الاند 1 ويوسع الفارق الى 4 نقاط. 4 دقائق بالتمام والكمال اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ايهاب امين. ايهاب بالسكرين عدى. ايهاب سلم لكيجو. كيجو في ال 1 1 يطلع على طول لابو النصر. ابو النصر في الدرايف واحد على واحد يطلع الكيك اوت لايهاب امين. ايهاب امين من بعيد على الثلاثه بونت لكن ما يسجلش. يلم على طول معاذ ايمن ويسلم لدي ماركو. دي ماركو يبدا الهجمه. كنت بص بقول لهم لو جت باسكت اطلبوا ادوني تايم. عدى دي ماركو سلم لمهاب ياسر. مهاب ياسر على اوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش. يلم على طول كيجو. كيجو يسلم لبراندو. براندو لسه براندو مع الكوره يلعب سيت بلاي طلب السكرين. عدى براندون لسه براندون. براندون 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 لكيجو. كيجو على الاوبن شوت. كيجو 3 بوينت. كيجو روعه الروعه. مصطفى كيجو ينجح في تسجيل 3 نقاط. ده الفرق الى نقطه واحده
75-76 لصالح نادي الزمالك. الكيك اوت اهي وكيجو مستني ومركز، يطلق السهام، يطلق الثلاثيات، يسجل الثلاث نقاط. ضغط اهلاوي، مواب ياسر في الباز لاين، خالد عبد الناصر يهوش، حد يقابله، لكن هنا بلوك ولا اروع من براندون، على طول تصل الكره الى ايهاب امين في الاولد اواي. ايهاب اهدى، ايهاب اهدى، ايهاب تتخطف منه الكره وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي، لكن براندون عمل بلوك مفيش اروع من كده. وتايم اوت، كابتن خالد بيسال الترابيزه هل تايم اوت؟ تايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي، لكن هنا براندون بلوك، يعني تقدر بلوك اوف ذا جيم. ده البلوك ده من هجمه كنا بونت هيتوصل لثلاثه بونت، منع الاثنين بونت وراحت الكوره للنادي. تايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي. ونقول لحضراتكم بعض الاحصائيات في احداث الفتره قرب. حتى هذه اللحظات ايهاب امين متفوق كتوب سكورر برصيد 18 نقطه مقابل خالد عبد الناصر برصيد 17 نقطه في التوتال ريباوند. احمد اسماعيل لاعب نادي الزمالك 8 مقابل ايهاب امين 7 في التوتال ريباوند. اما الاسيست، براندون عمل 7 اسيست او تمريره حاسمه مقابل 5 لدي ماركو. حماس النادي الاهلي اللي متواجد في ارض الملعب، ايهاب امين 18 نقطة، دي ماركو 15 نقطة، كيجو 3 نقاط اللي سجلهم بالثلاثية، وعمر طارق 15 نقطة. ده الفرق إلى نقطة وحيدة وأوتسايد لصالح النادي الأهلي. وكم ثانية على 24 ثانية هنعرف دلوقتي. سايد اهلاوي، براندون هيطلع يسلم على طول، لكن تيرن اوفر يعمل ستيل على طول. دي ماركو، دي ماركو في الاولد اواي يقلب الملعب لمعاذ ايمن، معاذ على اوبن شوت في 3 بوينت لكن ما يسجلش الريباوند. فين يا شباب بلوك ولا اروع، وهنا على طول يلم الديفنسيف ريباوند والفاست بريك بسرعه لكيجو، يطلع الكيك اوت ليه ابو النصر، ابو النصر يسلم لبراندون اللي بيهدى بملعبه ويبدا السيت بلاي زي ما كوتش بص عايز. عدى براندون بالسكرين، لسه براندون، لسه براندون، براندون 3 بوينت براندون، براندون شيلدريس، ريجنال شيلدريس براندون ينجح في تسجيل واضافه 3 نقاط هي الاروع في المباراه. 3 نقاط من براندون شيلدريس، 21 نقطه براندون ينجح في تسجيلهم في احداث المباراه. تايم اوت على طول يطلبوا كوتش وائل بدر، وسع الفرق براندون 78-76. نيجي اللعبة والحكاية من أولها. براندون يعمل الستيب باك، يقف بالثقة النجوم، 3 بوينت لبراندون، روعة الروعة لبراندون. ادي الستيب باك مرة تانية، بتوين وستيب باك واطلع يا راجل، سجل يا راجل، اعمل التقدم للأهلي يا راجل. 3 نقاط لبراندون ريجنال تشيلدريس الأمريكي. تايم اوت لكوتش اوجوز اللي كوتش وائل، تعال نسمع التعليمات من كوتش اوجوستي. على 3 بوينت 32 محاوله النادي الاهلي، نجح في تسجيل 8 بنسبه مئويه 25%، اما نادي الزمالك 22 محاوله على 3 بوينت، نجح في تسجيل 7 بنسبه 31%. في الفري ثرو او الفاول شوتنج 27 محاوله للاهلي، نجح في تسجيل 22 محاوله بنسبه 81%، اما نادي الزمالك 19 محاوله نجح في تسجيل 11 بنسبه 57%. بلوك الاهلي عامل 4 مقابل 2، تيرن اوفر 11 ل 11، والفيل جول الاهلي 40% اما نادي الزمالك 41%. نادي الاهلي 59 محاوله سجل 24 على الفيل جول، وده شامل داخل القوس وخارج القوس سواء كان لياب او ثلاثه بونت او ميديم شوت.
نادي الزمالك 70 محاوله نجح في تسجيل 29 محاوله بنسبه 41%. يضغط النادي الاهلي من اول ملعب مهاب ياسر يسلم على طول لحازم المشهد، حازم يعدي بالملعب يقابله على طول عمر طارق، حازم يبحث عند ماركو يستلم بالهاند اوف لماركو يروح على الباك لاب لكن وينجح في ياخد انه ياخد خطا شخصي وباسكت ينجح تسجيله واند وان لصالح دي ماركو. شوفه مره ثانيه استغل سرعته راح على طول باك لاب. مين بقى هنا اللي قابل تاني؟ كان كيزو لازم يتقدم شويه ويقفل البيز لاين لكن تعادل الفرقتين 78-78 دقيقتين وثلاث ثواني واند وان لدي ماركو ما بيسجلش على طول يلم ديفنسيف ريباوند عن طريق كيجو. كيجو يعدي بالملعب ويسلم لإيهاب أمين. تعادل الفرقتين أقل من دقيقتين أعزائي المشاهدين على نهاية أحداث المباراة والكورتر أول. إيهاب أمين في الأون زاوية إيهاب يسلم لكن هنا ينجح إنه ياخد خطأ شخصي وفاول على عمر هشام لاعب نادي الزمالك. تو شوتس ورا 200 حرتين للبوب إيهاب أمين. دقيقة 52 ثانية عدى من دي ماركو هنا على طول مقابله عمر هشام بفاول وخطا شخصي. اي ار اس كابتن اسلام وحيد بيراجع الاي ار اس طبقا لاشاره كابتن وائل بدر للتشالنج. شوف قرار ايه سايد وفاول لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي دقيقه 52 ثانيه متبقيه على نهايه المباراه 14 ثانيه على زمن الهجمه. استلم على طول ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب 10 ثواني ايهاب بالباك بيفوت يسيطر القرعه وياخد على طول براندون. براندون لسكيب باس لكن تخبط كده في البورد وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. براندون لما اتعمل عليه التراب كان المفروض يعني ما فيش مجال للباص او فيها نسبه مخاطره كان يخبط الكره كده في قدم احد اللاعبين تطلع اوتسايد وتبدا الهجمه من اول وجديد. ابو النصر على طول يتولى رقابه دي ماركو. دي ماركو يسلم لعمر هشام. عمر هشام عدى بالسكرين مع حازم المشد لسه عمر هشام مع الكوره مسيطر عليها لخالد عبد الناصر بالهاند اوف مع دي ماركو. دي ماركو لسه دي ماركو. دي ماركو 3 بوينت دي ماركو لكن ما ينجحش في التسجيل يلم على طول كيجو ويسلم لكن هنا في خطا شخصي على حازم المشد تجاه مصطفى كيجو. خطا شخصي وفاول لصالح مصطفى كيجو. مصطفى كيجو ثلاث نقاط نجح في تسجيلهم، أربعة رباوند نجح في الحصول عليهم، أسيست وحيد نجح فيه. كيجو على الفري ثرو الأول ينجح في التسجيل. كيجو على الفري ثرو الثانية والرمية الحرة الثانية دقيقة 16 ثانية، تقدم النادي الأهلي بفارق النقطة 79-78. رمية حرة أخيرة لمصطفى كيجو. لكن هنا في صافرة. كيجو على الفري ثرو الثاني والرمية الحرة الثانية. ينجح أيضا في التسجيل، وسع الفرق إلى فرق نقطتين لصالح النادي الأهلي 80-78. دي ماركو. دي ماركو عدى. سلم على طول عمر هشام بسكرين لكن معاه إيهاب أمين. لسه عمر هشام. جاله سكرين حازم المشد. عمر هشام في الدرايف واحد على واحد وادي البلوك لكن هنا على طول يلم ديفنسيف ريباوند عن طريق ايهاب امين والفص بريك سريع وراح على طول كيجو اللي بينجح انه ياخد خطا شخصي وتو شوتس لكن هنا سلامات لكيجو اللي يعني وقع كده. ايه ده يا ايهاب ايه ده يا ايهاب خلاص مفيش حاجه.
خطا شخصي على حازم المشد وتو شوتس لكيجو. نشوفها مره ثانيه الفص بريك اهو سريعا. راح كيجو في الباك لاب وادي حازم المشد وادي الخطا الشخصي والفاول خبط على طول كيجو ووقع. ادي هنا عمر طارق عمل بلوك لما ايهاب امين من وراه على طول في الديفنسيف ريباوند وطلع الفص بريك. تو شوتس ورميتين حرتين لكيجو. كيجو كابتن اسلام وحيد بيبلغ كوتش اوجوست بيقول له هيتم تغيير كيجو. هل هينزل عمرو الجندي ولا احمد مهيب؟ في اي ار اس مراجعه ما بين كابتن ياسر وكابتن خالد. ايهاب امين وحديثه مع فريقه كوتش وائل بدر ياخد جاي يعني ايه بيستغلوا الفتره دي ان هم ايه يعني ياخد تايم. ادي بعض الاعداد كده 3 بوينت لعمر عزب من على الارك 45. ادي 3 بوينت تاني لمروان سرحان. شوف الاي ار اس هيبقى ايه زوجة كابتن سيف سمير. شوف الاي ار اس 58 ثانيه وسبع اجزاء من الثانيه متبقيه على نهايه احداث المباراه. قرار الاي ار اس بعد الاي ار اس تو شوتس تو شوتس لصالح كيجو. نزل مكانه عمر عزب اللي هيشوط مكانه. كيجو للي ما كانش متابع خرج للاصابه. وعمر عزب على الرميه الحره الاولى والفري ثرو الاول. عمر عزب في هنشوف في حاجه تانية واضح ان ايهاب امين بيطلب حاجه من كابتن اسلام وكابتن ياسر وبلغوا بيها كوتش اوجوسي. كابتن اسلام يقول لهم وسعوا. هنشوف دلوقتي في ايه. انا مش سامع حاجه. استدعى كابتن اسلام كابتن ياسر. هنشوف في ايه. اعتقد هيشوفوا اي ار اس لسه بنشوف اهو المداولات متواجده. نروح كابتن ياسر لكابتن محمد جلال مراقب المباراه. تو شوتس خلاص لصالح كيجو اللي هينزل هيشوط مكانه عمر عزب. تو شوتس لصالح عمر عزب. عمر عزب على الفري ثرو الاول الرميه الحره الاولى. عمر ينجح في التسجيل. عمر وسع الفرق الى ثلاث نقاط 58 سنه متوقعه لنهايه المباراه. عمر عزب والرميه الحره الثانيه. لسه عمر. عمر فري ثرو اخير ورميه حره اخيره. عمر عزب ينجح ايضا في التسجيل يزود الفرق الى اربع نقاط. كيجو بيستعد للنزول مره ثانيه. دي ماركو دي ماركو لسه دي ماركو دي ماركو يسلم على طول السكيب باس اكسترا باس عند احمد عزب. عزب او عمر هشام. عمر هشام لخالد عبد الناصر تحت الباسكت لكن يحصل على خطا شخصي وفاول. خالد عبد الناصر برميتين حرتين. تو شوتس ورميتين حرتين. خرج عمر عزب نزل مكانه كيجو. اعتقد في اصابه لخالد عبد الناصر. سلامات يا خالد. سلامات.
تعليقات لخالد عبد الناصر لاعب نادي الزمالك. تو شوتس لخالد عبد الناصر، هل هيتم تغييره ولا هيفضل زي ما هو؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. كوتش اوجوستي هيتم تغيير خالد عبد الناصر. كابتن اسلام بيقول لهم اقعدوا، اللاعبين متواجدين على طاولة التحكيم. اللعبة الأخيرة خالد عبد الناصر. خلاص خرج خالد عبد الناصر. تعليمات خاصة من كوتش أوجوستي لكيجو. واللي هنشوف مكانه أحمد، هلا هو أحمد ياسر، ده اللي هنشوفه. أحمد ياسر. 43 ثانية تقدم النادي الأهلي بنتيجة 82-78، 4 نقاط هو الفارق لصالح الأهلي والأهلاوية. احمد ياسر عبد الوهاب على الفري ثرو الاول على الرمي الحره الاولى، ينجح في التسجيل. ده الفرق الى 3 نقاط. احمد اسماعيل عادل الى ارض الملعب لاعب نادي الزمالك مره ثانيه، فري ثرو ثانيه ورمي حره ثانيه لاحمد ياسر، ينجح في التسجيل. ده الفرق الى 2 نقاط. هيضغط نادي الزمالك، استلم على طول ابو النصر، عدى ابو النصر يبحث عن براندون، سلم على طول لايهاب امين. ايهاب هو اللي هيقوم بمركز واحد او صانع اللعب، يسلم لبراندون بالهاند اوف. براندون السكرين، عدى براندون. براندون 3 بوينت براندون، لكن قصيره، تصل في الاخير الى دي ماركو. ثواني اخيره، 82-80 لسه. دي ماركو مع ايهاب امين. دي ماركو من غير فاول ايهاب، عدى دي ماركو، منع عنه الشوطه. شوط بالستيب باك، شوط لكن اير بول واوت سايد. هنشوف الكره مين، اوت سايد لصالح النادي الاهلي، اوتسايد لصالح النادي الاهلي، وتايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي. اوتسايد لصالح النادي الاهلي وتايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي. 82-80، متبقي ثانيتين. يعني لو زمايلنا كده ياكدوا لنا الساعه يبقى شكرا جدا. تايم اوت لكوتش اوجوستي بعد هجمه انهاها دي ماركو باير بول. 82 لصالح نادي الاهلي مقابل 80 لصالح نادي الزمالك. تعليمات كوتش اوجوستي الاخيره. طلب الكوتش اوجوستي تايم اوت وهيلعب من منتصف ملعب نادي الزمالك. هنعرف متبقى قد ايه دلوقتي. 3 ثواني و4 أجزاء من الثانية متبقية. 3 ثواني و4 أجزاء من الثانية متبقية، والاهلي في حيازات الكرة، ويعود عمرو الجندي الى الملعب مرة ثانية بدلا من كيجو. عمرو الجندي هيطلع الاول، استلم على طول ايهاب امين، وقف ايهاب لكن ارتكب معاه علي عمر خطا شخصي وفاول برميتين حرتين. تو شوتس ورميتين حرتين للبوب ايهاب امين. لجأ كابتن وائل بدري الى الفاول جيم بالظبط اللي فات من اللعبه دي، ثانيه وحيده، تبقي ثانيتين ونصف. لماركو يعود الى ارض الملعب. نشوف مكان مين، مكان خالد عبد الناصر.
واحمد عزب. ده مكان معاذ ايمن واحمد. معاذ ايمن واحمد عزب. وخرج خالد عبد الناصر ونزل احمد ياسر اللي قدام حضرتك. في شوط صوره 200 حرتين لصالح ايهاب امين. ثانيتين ونص على نهايه احداث الفتره الرابعه والمباراه. ايهاب على الفري ثرو الاول الرامي الحره الاولى. ايهاب امين لا يسجل. عرض لك ايهاب. فري ثرو ثاني ورامي حره ثانيه لايهاب امين. كابتن وائل بدري بيقول لو جت تايم اوت. ايهاب امين فري ثرو ثاني ورامي حره ثانيه ينجح في التسجيل. ثلاث نقاط زي ما قلت لحضراتكم. كابتن وائل بدري طلب تايم اوت. قال لهم تايم اوت لو جت. ثلاثة وثمانين ثمانين لصالح النادي الاهلي. متبقي ثانيتين ونصف على نهاية المباراة. اصاب متوترة. ثلاث نقاط هو الفارق. تعليمات كوتش اوجوستي. كابتن وائل بدر هيطلب الكرة من الحد او من منتصف ملعب النادي الاهلي. لكن هيبقى يتم الشكل عامل ازاي. واحدة من الحلول اللي هيلجأ ليها هو دي ماركو على 3 بوينت. وايضا معاه لو نزل مهاب ياسر او احمد ياسر عبد الوهاب. دول الثلاث حلول اللي هيلجا ليهم كوتش وائل بدر في 3 بوينت. في المقابل كوتش اوجوستي بالنسبه بيشرح للاعيب النادي الاهلي كيفيه ايقاف الحلول بدون فاول. ايهاب امين بيقول لهم لازم نتكلم في الديفنس عشان نبلغ بعض كويس. ثانيتين وخمس اجزاء من السنه متبقيه على نهايه المباراه. التايم اوت انتهى اللي طلبه كوتش وائل بدر. هيلعب الاوت من منتصف ملعب النادي الاهلي. براندون وعمر طارق ايهاب امين عمرو كيجو وابو النصر. تعليمات اخيره من كوتش اوجوستي. خلاص انتهى التايم اوت. عوده الى المباراه. اخر ثانيتين وخمس اجزاء من الثانيه. منتصف ملعب نادي الاهلي سيلقي نادي الزمالك الاوت. احمد عزب، خالد عبد الناصر، دي ماركو، عمر هشام. كابتن اسلام وحيد عن ترابيزه الحكام. نشوف هل في حاجة ولا هنلعب ونكمل السنتين المتبقيتين. عمر هشام هيطلع الاول. احمد اسماعيل وخالد عبد الناصر ودي ماركو واحمد عزب. علق الكرة لاحمد اسماعيل. يسلم على طول لعزب. عزب يشوط على الثلاثة بونت وخلاص. تأتي معها صفرة انتهاء احداث المباراة بفوز النادي الاهلي بنتيجة 83-80. مليون مبروك للنادي الاهلي والاهلاوية الصعود الى فاينل الدوري للملاقات الفائز من الاتحاد وسبورتنج. الف مليون مبروك للنادي الاهلي فوزه على نادي الزمالك بنتيجه 3-0 في السيريس والبيست اوف 5. ثلاث مباريات فوز مقابل لا شيء لنادي الزمالك. الف مليون مبروك للنادي الاهلي. لكن هنا في حوار مع الحكام هنشوف في حاجه ولا لا. وادي هنا عيسى ليونز المتواجد مع معسكر الفريق للتدريب. كده النادي الاهلي ضمن الصعود الى فاينل الدوري. ينتظر الفائز من الاتحاد وسبورتنج. مليون مبروك للنادي الاهلي. حظ اوفر لنادي الزمالك. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده. على ان نلقاكم باذن الله في مباراه قادمه. كنت معكم معلقكم ومحدثكم الرياضي احمد مناع. والان سنذهب الى الاستوديو التحليلي بقياده كابتن هيثم وضيوفه الكرام الكابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد السلعوي. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد مليون مبروك. حظ اوفر لنادي الزمالك. وإليك الميكروفون.